هلا، شلونكم؟ اليوم رح نشرح المحاضرة رقم 18 من BSc اللي هي Epidemiology of Cardiovascular Diseases. هي المحاضرة سهلة وحلوة، ويعني بها أشياء مهمة هم تفيدكم يعني بالحياة العادية. أول شيء يقول لنا إنه Cardiovascular Diseases هي بها هواية أنواع: Heart Attack, Stroke, Hypertension. إحنا اللي يهمنا هو هي الهارت ديزيز او الكوروناري هارت ديزيز بصوره خاصه، هي الفيرست ليدنج كوز اوف ديث. احنا هي مقسميها الى هواي اقسام. الفيرست هي الكوروناري هارت ديزيز، الثيرد هو السي في اي، السكند كانسر، هذا راح ناخذه بالمحاضرات الجايه، ان السيفنث هو الدي ام. فهي هاي يعني مهمه خفت جي ام سي كيو، هي طبعا حسب اليو اس. يقول لي انه هو احنا نعرف انه الهارت هو موجود، مثلا اعتبروا هذا الهارت مع فرسم بفزلز طالعه وفزلز جايه، تمام؟ اذا صار امبيرمنت هنا باي مكان، سواء بالفزل طلعت او بالفزلز الجتي، ايش حيصير عندنا؟ راح يصير عندنا الارتريز، يا اما هذا الارتري راح يصير بي ديبوزيشن اوف فات، مثلا يسموها بلوكس. فبهاي الحاله ايش حيصير عندنا؟ راح يصير عندنا اثيروسكلروسيس، يعني بروجريسيف ناروينج اوف ذا ارتريز، او ممكن الارتري يصير عنده ساك لايك بولجينج من الانر وول مالته، لانه هو يكون يعني الوال مالته كلش ويك، فيطلع منه بولجينج، يعني ساك لايك بولجينج، فيسموها انيوريزم، او مجرد انه الارتري يعني رابتشرز ويصير بلود ليكج انتو ذا سراوندينج تيشو. فبهاي كل الحالات البلود فلو راح يقل، من حيقل راح يصير عندنا بين يسموه انجينا بكتورس، اللي هو يكون يعني شارب تشيست بين. طبعا هاي الريسك هسه راح نجي عليها واحده واحده. نشوف انه اكو هذا هيريديتري، اكو هاي ليفل اوف هيماتوكريت ان ذا بلود، سموكينج، اوبيسيتي، دايابيتس، هاي بلود بريشر، ايموشنال ستريس، لايك اوف اكسرسايز، او هاي فات دايت. طبعا انه احنا هسه اكو هاي فات شيء مهم، هو سايلنت ابيديميولوجيكال اوبزرفيشن اوف ذا كورونري هارت ديزيز، هاي مهمه. يقول لي انه large population differences in the coronary heart disease incidence and mortality rate. ليش هذا الاختلاف؟ بسبب environmental factors كلها، من blood pressure، serum cholesterol، smoking، كلها هاي تختلف من population الى الاخ. ويقول لي اكو strong correlation between population difference and the mean level and distribution of risk factor، نفس اللي حكينا. ويقول لنا اكو tracking phenomena، tracking of risk factors among children into adulthood، يعني انه يشوفون انه اللي عنده risk factor هو child راح تظل عنده risk factor هو adult. فهاي شنو معناها؟ معناها انه لازم نسوي interventions earlier، لانه هي risk factor يعني احتمال كبير حيظل وياه، فيسموها tracking of risk factors. ويقول لي انه الترند اوف كورونري هارت ديزيز مورتاليتي ريت، كيس فيتاليتي اند انسيدنس يحدث بخمس الى عشر سنين، يعني كلش فتره قصيره. فيعني اكيد يعني انه احنا من نسوي فت انترفنشن يعني هاي راح يعني يمنع عنا اضرار يعني راح تصير قريبا، يعني مو بعيده. ويقول لي هسه انه اكو ديكلاين صار بالمورتاليتي مال كورونري هارت ديزيز، هذا بالاندستريال كونتريز included all ages both sexes all races. يقول لي انه هذا الديكلاين هو associated with decline مو بس بالكورونري هارت ديزيز، صار ديكلاين بالستروك، بالكل الكارديوفاسكولار ديزيز والنون كارديوفاسكولار ديزيز. ليش هذا صار هذا الديكلاين؟ ليش صار بكلهم؟ يعني هم قللوا بالكورونري هارت ديزيز، كان هدفهم ليش قل بهذولي؟ لانه they share the same risk factors. فيعني كأنما ضربوا عصفورين بحجر يعني. ويقول لي انه ال prospective studies showed انه ال risk factor associated with health behavior can be safely modifiable، يعني لقوا انه من صدق انه من احنا ال risk factor نسوي وياها healthy behavior يعني راح تكون modifiable higher risk factors. هاي يسموها البيولوجيكال كوهيرنس، يعني انه الشيء اللي احنا فرضناه على الورقه طلع صحيح
ويعني الهيلث بيهيفير يعني حسنت الريسك فاكتور. يعني احنا هسه راح نشوف الريسك فاكتور اللي هي هنا اغلبها موديفايبل. اكو فعلا مو موديفايبل، نون موديفايبل، بس الاغلبيه هي موديفايبل يعني كان بي بريفنتد من الاصل. فهسه الريسك فاكتور اول واحد هو الديسليبيديميا. اكو هواي انواع، اكثر واحد اسينشال وياثر هو الهايبر كوليستروليميا. يقول لي انه there is a strong correlation between amount and duration of lowering the serum cholesterol and decrease risk of coronary heart disease. انواع من الكوليسترول مثل ما احنا نعرف من قبل، اكو LDL اللي هو bad cholesterol فهو positively associated with the risk of coronary heart disease and it is affected by diet and weight. ويقول لي اكو good cholesterol هو HDL is negatively associated with coronary heart disease risk. واكو triglyceride اللي هو يعني الارتباط مالته اقل. ثاني risk factor اللي هو hypertension يقول لي هو strong risk factor especially in population with high risk or incidence of coronary heart disease. يقول لي هنا انه ال systolic blood pressure يكون اكثر الى بريدكتور او فتشي احسن يعني كتنبؤ بالكورونر هارت ديزيز احسن من الدايستوليك. فهذا يعني ممكن يجي كام سي كيو هذا السؤال انه منو احسن، يعني الدايستوليك احسن كبريدكتور لو السيستوليك؟ فاكيد السيستوليك. ويقول هنا في المعلومه مهمه انه اللايف ستايل ميجر ار مور افكتيف ذان اماس ميديكيشن. يعني احسن ما ننطي 100,000 حبايه وكبسوله، ننطي يعني مجرد لايف ستايل موديفيكيشن. اما ثالث ريسك فاكتور هو سيجريت سموكينج، يقول لي هو هم ريسك فاكتور مهم ان يونج ان بوبوليشن وذ هاي بريفالنس اوف كورونري هارت ديزيز. يقول لي انه الاسوشيشن مالتها هي عاده لها علاقه مو بس بالسموكينج انما بالاماونت اوف سموكينج. ويقول لي انه الباسيف سموكينج اولسو انكريسز ذا ريسك اوف كورونري هارت ديزيز. وهم انه هاي نقطه كلش مهمه انه cessation of smoking is important كبرايمري اند سكندري بريفنشن. يعني شنو برايمري وشنو سكندري بريفنشن؟ يعني احنا من احنا شخص هيلثي قاعد نسوي له سموكينج cessation هيدا نمنع اصلا انه يصير الايفنت مال كورونري هارت ديزيز، فهو برايمري. بس اذا هو اوريدي صار عنده كورونري هارت ديزيز بروبلم واحنا سوينا على سموكينج سيشن، احنا قاعد نمنع فردر اتاك اوف كورونري هارت ديزيز، فهاي صار سكندري. فخاف تجينا يقول لنا انه مثلا شخص هو اوريدي عنده واحنا سوينا على سموكينج سيشن سو ات از بريفنشن فروم ذا برايمري ليفل، هذا رونج، انه هو بريفنشن فروم ذا سكندري ليفل. اوكي، ويقول لي انه هو فكره انه السموكينج شلون ياثر، فكرتها مستمدة أو مستنبطة من إنه يأثر على بلازما فايبرينوجين، وهاي كلش مهمة. هذا هم السلايد إنه الإفكتيف ميجر بالسموكينج سيسيشن. أول واحدة هي السوشيال بريشر، ثاني شيء البروهيبيشن أوف سموكينج إن بابليك سبيسز، ثالث شيء ريستريكتد أدفرتايزمنت، وإنكريس التاكس سيكريت تريد يعني يزيدون الضرائب عليها. اما الانفكتيف ميجرز هاي هم مهمه، خفت تجي اسي ام سي كيو يعني كلش سهله هي مهمه. انه البيرسونال ادفايس يعني اقول له انصحه، ما تفيد هاي يعني شيء ما يفيد، كلش ما يفيد. ثاني شيء السموكينج ستيشن كلينك، الثالث شيء النيكوتين وذراول ثيرابي، فهاي انتبهوا عليها كلش. رابع ريسك فاكتور هو الدي ام، يقول لي هو يعني فيري هاي ريسك equally in men and women. وهاي نقطة هم مهمة انه remove the relative protection of premenopausal women. احنا اذا نقارن الفيميل والميل الريسك of heart diseases منو اكثر؟ الميل اكثر من الفيميل، خاصة بالpremenopause يعني فترة انه هي تجيها البيريد. ليش؟ لانه بهاي الفتره يكون الاستروجين عندها عالي، فالاستروجين يعتبر كبروتكتيف فاكتور للهارت ديزيزز، للهارت ديزيزز. هو الاستروجين بروتكتيف فاكتور للهارت ديزيزز وريسك فاكتور للكانسر، فاحنا سمعنا علاقه بالكانسر، فهو بروتكتيف فاكتور للهارت ديزيزز. من يصير بوست منوبوزل يروح هذا البروتكتيف فاكتور. بس يقول لي الدي ام اذا اجى صار عند وحده عمرها 24
أو 28 هي أصلاً يعني بريمينوبوزل فيوخر الرول أوف بروتكشن أوف دي إستروجين، فكأنما هي عمرها 70 سنة، فتكون الريسك مالتها مشابهة للريسك مال الميل. تمام؟ الأوباسيتي لها علاقة بكلهن، ستروك، كورونري هارت ديزيز، حتى يعني هاي ترايغليسرايد، هاي كوليسترول. ويقول هنا أن central obesity is more dangerous than the peripheral obesity. ويقول لي أنه physical activity أو sedentary lifestyle، يقول لي أنه كل coronary heart event associated with decreased physical activity سواء at work or at home. بس يقول لي المشكلة أنه physical activity is difficult to measure، يعني مثلا نحسب blood pressure احنا نحسب يعني فتشي measurable، الوزن فتشي نقدر نحسبه، بس الفيزيكال انكتيفيتي شلون نحسبه؟ يعني هو مجرد راح نسأل ايش قد تسوي رياضه، ايش قد تمشي، يعني فتشي مو حقيقي يعني، فديفيكولت تو ميجر. والاكسرسايز اكيد اسوشيتد وذ ديكريز بلاد بريشر، ديكريز ويت، امبروف ليفد بروفايل. الاذر ريسك فاكتور الميل سكس، قلنا انه الميل اكثر برون للكورونري هارت ايفنت. البوزيتيف فاميلي هيستوري، دايتري فاكتور مثل الفات، ساتوريتد فات، الكوليسترول، كلها يعني تاثر. بيقول لي انه مرات الكونسبشن اوف فيش اند بلانت فود يكون بروتكتيف. تمام؟ ثاني الناتشرال انتي اوكسيدنت، مثلا عندنا الليبيد سوليبل فيتامين، الووتر سوليبل فيتامين مثل فيتامين سي، كلها تقلل الريسك. وبالعكس انه نقلل الكونسبشن هاي تزيد الريسك. عندنا الهيموستاتيك فاكتور، مثل عندنا هايبر فايبرينوجينيميا، الهاي كوجيليشن فاكتور 7 وغيرها. الاورال كونتراسبتيف، اكو في الدراسات تقول انه الاورال كونتراسبتيف يزيد الوزن ويزيد الاتش دي ال. فهو يقول لي يعني هي هاي دراسات، هو حد كاتب لي انه some study says that there is no relation between them. فهي مهم هي تزيد الوزن، decreases the HDL، تأثر على تأثر على platelet function، على الactivity of والintegrity of the endothelium. وهسه فتشي كلش مهم الجي تشين مال alcohol intake. يقول لي إنه شنو الجي تشين؟ يقول لي احنا اذا خلينا هنا الريسك اوف كورونري هارت ديزيز، هنا خلينا الالكوهول كونسبشن على الاكس اكسس، راح نشوف انه راح ياخذ هذا الكيرف جي تشين. يعني شنو؟ يعني كل ما الواحد كان ياخذ الكحول اقل او نون الكحولك راح يكون الريسك مالته عاليه، من ياخذ مودريت انتيك الريسك مال الكحول قل. تخيل من يكون هيفي الكحولر راح الريسك ما تزيد اضعاف. فهي هاي يعني فتشي افتراضي انه جي تشين، فخاف يعني انت تفهموها يعني شنو جي تشين. ستريس اند تايب اي بيرسوناليتي، تايب اي بيرسوناليتي هو الواحد الكونسرن دائما اللي يتعصب دائما، يكون عنده increased sympathetic activity، increased catecholamine release، increased blood pressure، increased the demand to oxygen، decreased supply of oxygen، ويسوي لنا alternation بالplatelet function. socioeconomic status إنه هي أكيد ويا developing country تكون أكثر. الجوب characteristic اللي هي الجوب اللي بيها stress، الretirement، الhyperuricemia، الهايبركالسيميا، الرول اوف ستريس اليمنت، الانهيلنت اوكيوبيشنال اكسبوجر، عندنا الووتر هاردنس اسوشيتد وذ نيجاتيفلي اسوشيتد وذ ذا ريسك. ووتر هاردنس هاي مهمه. الانتي فوسفوليبيد انتي بودي مثل الانتي كارديولوبين، وعندنا الانفكشنز هاي هم مهمه، انه مثلا عندنا بعض الانفكشن لها علاقه بالكورونر هارت ديز ريسك، مثل عندنا كلاميديال نيمونيا، dental infection، severe viral illness. هسه احنا خلصنا الريسك اللي هي كانت الديسليبيديميا، الهايبرتنشن، سموكينج، دي ام، اوبيسيتي، سيدنتري لايف ستايل، والاذر فاكتور منها الميل سكس، دايتري فاكتورز،
family history, natural antioxidant, hemostatic factor, oral contraceptive, well, alcohol consumption, job, stress, socioeconomic status, water hardness, infections. هاي كلها يعني حفظوها خاف تجي تعداد يعني هي كل شيء زي الحرام وتضيع الدرجة. بس عندنا manifestation of coronary heart disease عندنا أول واحدة هي angina pectoris. يقول لي إنه هي subjective diagnosis مالتها ما بي يعني فتشي كلش في sensitive specific. أكون ممكن يأخذون questionnaire, ممكن ECG, ممكن radio isotype, ممكن angiography, بس كلها مو practical, مو مفيدة. يقول لي كل ما تكون severe و persistent symptoms مال angina pectoris كل ما يكون الريسك والبروغنوسيس أسوأ. والتريتمنت هو بالياتيف أكثر مما يكون كيوراتيف. أما الام اي يقول لي إنه هو عادة يكون misdiagnosed or missed or atypical. إحنا الفاكتور اللي نسبيه تعمد improve the survival, prevention of the VF early in the attack, initial treatment with aspirin or thrombolytic agent, prolonged treatment with aspirin, beta blocker, ACE inhibitor. And the avoidance of smoking, rehabilitation, cholesterol lowering treatment. أما عن استفتيهم هو sudden death. هو instantaneous death to death within 5 minutes, 1 hour, 3 hour, 12 hour, 24 hour. بس المشكلة يقول لي إنه أغلب الدث يكون خارج الهوسبيتال. فبهاي الحالة لازم نسوي mobile CCU. Paramedical devices and education of the population عمودي يكونون able capable to give أو إنه يسوون resuscitation. يعني إذا واحد هو خارج المستشفى لازم على الأقل يعني أكو عالم يعرفون شلون يسوون يعني ال care بما مثلاً تجي سيارة الإسعاف بما يودوا للهوسبيتال لأن أغلبها تصير خارج الهوسبيتال. ويقول لي هسه فشي مهم إنه 20-40% maybe he had no history, no symptoms, and no autopsy finding of any diagnosis. وبهاي يقول لي إنه الأوتوبسي لما تكون negative finding مالتها مو بس بالcoronary heart disease ممكن pneumonia, alcohol overdose, valvular heart disease كلها بالتشريح مال الجثة ما يكون أي شيء. ويقول لي هنا انه 50 من الدث يكون within 28 days من ال severe chest pain ويصير within 2 hours الى ممكن احيانا دقائق او ثواني. اما رابع manifestation احنا قلنا الاول وهو ال angina pectoris MI sudden death, رابع واحد هو ال heart failure. هو شون ال proportion مالته قليلة بزقامة تزيد with increased aging, increase the admission, increase the survival. فهي يعني احفظوها manifestation ولا هي مو كلش مهمة. اما هسه المهمة هاي كلش هي the prevention of coronary heart diseases. عندنا the policies on food and nutrition, on smoking, on hypertension and physical activity. Regarding the smoking لازم اولا يكون عندنا political commitment and support, يعني لازم الدولة الجهات السياسية تدعم, ممكن توفر لنا مال اكثر, ممكن توفر لنا facilitation اكثر, اي شيء باركم. يعني انه لذلك مثلا WHO غيرها من منظمات الصحة المشهورة دائما يسعون الى الموافقة الدولية مو بس انه يطبقوها, لان يعني الفاسيلتيز اللي تقدمها الدولة كلش تفيد بهاي الامور. وعندنا لازم يكون تركيزنا كسموكينج سيسيشن among females, children, adolescent. هم هذول التارجت ان اكثر من الميلز. او عندنا فتشي مهم لاخوة role model by health professional and school teachers, يعني انه لازم مثلا الشخص يعني اللي ينصحك يقول لك وقف تدخين يكون هو اصلا non smoker, خاصة ال health physicians, خاصة ال school teachers باعتبارهم هم role models. واكيد نقوي الدور ال cultural well religious values against smoking. ومن الاشياء اللي قلنا اللي احنا يعني نقدر نسويها كسموكينج سيشن هي banning smoking in public spaces. هاي قبل شوي قلناها effective measures, banning vending machine لانه ممكن جاهل يستخدمها احنا شعرفنا, وbanning advertisement and promotion,
increase taxation و warning labels على الباكيت مال السجاير. الفيزيكال اكتيفيتي يقول ان اهم شيء لازم تكون الفيزيكال اكتيفيتي فيزبل، يعني مو بس واحد يفكر انه لازم تزيدون الفيزيكال اكتيفيتي، لازم اصلا الفيزيكال اكتيفيتي يعني تحاول الدوله انه توفر مكان خاص نقدر العالم تمشي بيه، مو الرصيف الضيق ما بيه مكان، البقية الاماكن كلها بالسيارات. يعني هاي اشياء، هي اغلب هاي الامور هي برايمورديال، يعني اشياء تدخل بيها مو بس الاطباء مو بس المرضى، انما هم الدولة. تمام، فالاكتيفيتيز should be feasible and able to be incorporated to life. واكيد انه هاي فتشي مهم انه changing the misconception of both women and community about obesity. يعني لازم انه مو اكو عالم عبارهم انه الاوبسيتي فتشي زين، خاصة عند الجهال وعند النسوان، يعني انه الله شد حلوة هي سمينة، يعني خاصة بالمناطق شوية اللي ما عندهم education. فيعني مو اوبسيتي عادية، يعني اوبسيتي يعني ممكن مرات فتشي كلش كبير، يعني وزنها ما يقولون عليها حلوة. فيعني هاي لازم يعني انه يكون فد changing بالeducation مالتهم، نوخر هذا المسكونسبشن. ثالث شيء هي dietary modification. It cover all aspects from production to consumption. غالب الناس من يقعدون ينصحون لا تستهلكون لا تسوون لا تاكلون، بس لازم يكون ال prevention من ال production. يعني ليش اصلا ال unhealthy food دي يصنع بكميات كبيرة؟ لازم ال production مالته يقلل او يكون يعني يصير بي modification. تمام، ويقول هذا هم مالتي سيكتوريال كولابوريشن، يعني من وزارة الزراعة، التجارة، الصناعة، الى حد الادوكيشن والهيلث، مو بس جهة واحدة لها علاقة. وهاي الجايدلاين مالتها انه بالانس كالوريز، ريديوس السولت، ريديوس الفات، انكريس الفروت اند فيجيتابلز، وافويدنس اوف فاست فود. فبهيج احنا خلصنا الكوروناري هارت ديزيز والهارت ديزيز بصورة عامة. هسه بس بدنا ناخذ فكرة عن ستروك او سي في اي او سيريبرو فاسكولار اكسيدنت اور ديزيز. يقول لي سيريبرو فاسكولار ديزيز اور ستروك كان اكر وين ذا بلاد سبلاي تو ذا برين سيلز ار امبيرد، سواء عن طريق كلوت او هيموراج. انا نعرف انه البرين بي فد اورجان يريد بلاد سبلاي، فهاي البلاس سبلاي تجي هو كل جهة بي مختصة بشغلة. اكو فد مثلا جزء العلاقة بالسبيتش، اكو جزء العلاقة بالفيجن، اكو جزء العلاقة بالكوردينيشن، اكو جزء العلاقة بالبالانس الاكوليبريم، اكو جزء العلاقة مثلا بالهيرينج، اكو جزء العلاقة بالتاش سنسيشن، اكو جزء العلاقة مثلا ال function of the organs. فاحنا يعني هذا ال arteries، يعني هي كلش arteries مهمة الرايحة للبرين. اذا صار بها clot وانسدت، صار بها يعني narrowing، او صار بها rupture وقامت صار بها hemorrhage، بهاي الحالة يا هذا ال artery اللي صار بيه clot او انشيك، يا منطقة راح يغذي هاي المنطقة، راح يصير بيها باراليسيز او راح يصير بيها مثل المس فانكشن. يعني مثلا اذا المنطقة هي مسؤولة عن السبيتش، السبيتش راح ينضرب. اذا المنطقة مسؤولة عن الاكوليبريوم، هذا الشخص بعد ما يقدر يمشي، التوازن مالته راح يختل. اذا هذا الجزء مسؤول عن الكوردينيشن، راح يصير بي انكوردينيشن. اذا هذا الجزء مسؤول مثلا عن الفد لمب لور لمب او ابر لمب، راح يصير عندنا paralysis of a limb. تمام، وهكذا. يقول لي انه هاي السيمتمز مرات تطول فد ثواني، مرات دقائق، يسموها transient ischemic attack. وهاي مو فد شي زين انه طولت ثانيتين وراحت، هاي warning sign، معناها انه يعني كلوت صغيرة سوت لنا attack، لعشان اذا كلوت كبيرة. تمام، كبريفنشن مثل نفس البقية، كوت سموكينج، الكول انتيك، اكسرسايز، هاو تو ديل وذ ستريس، الدايتري باترن، انه نقلل الصوديوم، نقلل الملك، الايج يولك. ونقطة مهمة انه there is a treatment if you act fast، يعني موجود تريتمنت، يعني حرامات
ناس دا تموت من هاي الأشياء وهي أصلاً preventable و treatable. تمام؟ فبهيج إحنا خلصنا المحاضرة وإن شاء الله يعني فهمتوا، هي شوية طويلة بس يعني سهلة يعني ومفيدة.